بعد توقف دام سنوات، تعود الحياة لمطار الغيضة بمحافظة المهرة، وهو المطار الذي لقي الإهمال طوال الأعوام الماضية، رغم أنه يمثل أهمية استراتيجية مرتبطة بنظام الملاحة الجوية. وأرجع البعض ذلك إلى عدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها السيادية عليه. بحسب رواية الحكومة، فإن عودة النشاط الجوي لمطار الغيضة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي للتخفيف من معاناة المسافرين. وقال وزير النقل صالح الجبواني بأن هذه الرحلات ما تزال تجريبية، وستربط الغيضة بعدن وبقية المحافظات، وستسعى الحكومة من خلالها إلى تسهيل عمل مؤسسات الدولة. دشن رحلة تجريبية للطيران السعيدة إلى مطار الغيضة الذي سيستقبل رحلة أسبوعية من بداية الشهر القادم. طبعا ربط الغيضة بعدن وبقية مدن البلاد ومناطقها أمر بالنسبة لنا حيوي واستراتيجي. تأتي التحركات الحكومية الأخيرة في مطار الغيضة وسط حالة من الغليان الشعبي المعارض للتواجد السعودي في المهرة، وهي التحركات الأهلية التي وصلت حد اتهام الرياض بممارسة دور احتلالي تحت غطاء دعم الشرعية. الصراع الناشب بين أهل المهرة والسعودية خلق حالة من عدم الثقة في تحركات الحكومة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تعليق صالح المهري أحد الوجهات الأهلية على زيارة وزير النقل لمطار الغيضة بشكوك متعلقة بالتغطية على تقرير مكتب حقوق الإنسان في المهرة الذي اتهم الرياض باستخدام المطار كقاعدة عسكرية خاصة بها. عودة الرحلات الجوية إلى مطار الغيضة هل تأتي في سياق عودة الشرعية نفسها لبسط سلطتها على المناطق الخاضعة لسلطة التحالف، أم أنها تصب في مهمة تبييض سمعة السعودية والإمارات أمام العالم؟ تساؤلات مفتوحة قد نجد إجاباتها في الأيام المقبلة.